بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواني الكرام مرة أخرى ونشوف حاجة جديدة في الماتيريال أب. عندي هنا لو ما حطيت السكافولد بتاعي وعينت عليه كلاس أب بار، ظهر معايا التطبيق بشكل وملامح كاملة بأن في أوتوماتيكلي باك جراوند باللون اللي قدامك ده مع الأوتوماتيكلي كالر اللي باللون اللي قدامك ده اللي هو لونه لايت بلو اكسنت. وهنتعرف على اننا ازاي نلعب في الالوان ونغير في الكلام ونحط الفيرست اب ده نتحكم فيه في النص او في اليمين او في نخليه في اليسار والكلام ده كله. لكن خليني ابدا اعرفك حاجه جميله قوي في الماتيريال اب بتخليك انت كمطور انك تتمكن من التحكم بكل انش جوه الواجهه الرسوميه اللي قدامك. وده لما نيجي هنا نفتح العناصر اللي موجودة في الماتيريال اب على طول كنترول سبيس، بنيجي هنا بندور على حاجة اسمها شو ماتيريال جريد، وبيكون الفاليو اللي بياخدها من نوع بوليان، يعني بتكون ترو اور فولس. فبالتالي لما اجي هنا اقول له ترو واجي اعمل هوت ريلود، نبص مع بعض بنلاقي الاب في إمكانية إظهار كل إنش وكل بيكسل موجودة في الشاشة، بحيث إن أنا كديفلوبر لو عندي عنصر معين عايز أحطه في مكان معين بشكل وبطريقة دقيقة جدا بيمكنني من الكلام ده اللي هو الشو ماتيريال جريد. فدي خاصية بتساعدك كمطور على إنك لما تيجي تعمل الديزاين بتاعك وعايز تتحكم في جزئية معينة خاصة بي التصميم بتاعك اللي انت بتنشئه، ممكن تستخدم الخاصية دي في ان هي توريك كل اجزاء الشاشة وتشوف هل في مساحة موجودة هنا للزرار مثلا، او ان انا اخلي الزرار ده في اليمين شوية في اليسار شوية تحت شوية فوق شوية كده. انا بقول يعني بوتون، او يعني ان انا بيكون عندي بوتون ممكن احطه في اي مكان بحسب الواجهة الرسومية او الجريد ماتيريال او الماتيريال جريد اللي قدامي دي، تمام؟ طيب دي حاجة. فبالتالي لما اجي هنا اقول فولس هتختفي وهي اوتوماتيكلي باي ديفولت فولس، لكن انا بديك فكرة عنها. طب عندي ايه كمان؟ اقدر اعمل ريموف للبانر اللي هو الخاص بالديباج مود، وده ليه؟ عشان انا لما اجي اعمل ريليز للاب بتاعي مضطر ان انا اشيل الشريط ده. طب ليه اشيل الشريط ده؟ لان انا اكيد بحط الشريط ده عشان اعرف نفسي ان التطبيق ده مازال تحت التطوير. فبالتالي ممكن بكل سهولة هاجي هنا اقول debug show checked mood banner، وده برضو بيكون الفاليو اللي بياخدها من نوع boolean، فممكن اقول له false اي اني اخفي للبانر ده. فلما اعمل hot reload هيختفي مع البانر. اشوفكم على خير في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.